Thank you السلام عليكم الوغ معكم المصممه بومزه مريم الوغ جيت اليوم باش ندوي لكم على التصاميم ديالي أه شنو اللي دارج في الربيع أه شنو شنو باش كتميز لا مارك اس ام ديزاين الوغ فوالا يعني من الاحسن السيده دابا أه تحاول شويه تزعم مثلا في لي موديل تبدل داكشي اللي دائما كنشوفوه هادشي اللي حاولت ندير انا من خلال لا مارك ديالي انه نبدل تكون شي حاجه شويه اوريجينال شويه ستيلي اللي ما تكونش كنشوفوها بارتو وفضلت انه نتجه نحو لا بيرسوناليزاسيون يعني السيده تعطيني ان تيم وانا نخدم ليها القطعه ديالها باش تكون 100% ساتيسفيت وتكون عندها شي حاجه ديالها بوحدها اونيك وعاجبها يعني فضلت انه ندير لا كاليتي ماشي لا كونتيتي هذا الشيء اللي كنحاول نكمل نكمل به وباش دائما نرضي جميع الاذواق يعني حاولت انه نستعمل الرسم حاولت انه المرمى حتى يدخل على طرق جديده مثلا العقيق مثلا حاولت ندير فيها ابداعات جديده ماشي كاع داكشي اللي كنشوفو حاولت عاود كاينه واحد الطريقه زوينه زينه في لابغودري ديالنا اللي هي الابره الشرقيه يعني حاولت حتى هي ندرجها في التصاميم ديالي بحال هذه القطعه اللي انا لابسه دابا يعني كلها بالابره الشرقيه والرسم باليد ولو بيرلاج دائما كنبغي ندير شي حاجه جديده دابا فصل الرابع يعني من الاحسن انه السيده تستعمل لي كولور اللي شويه مثلا فلوري ولا دارت الا دارت مثلا انتيسو فيه الالوان بزاف تحاول تكون عندها لا سامبليسيتي في الخدمه اما إذا دارت انتيسو اوني ديك الساعه كنقدروا نلعبوا بجميع الانواع ديال الطرق اللي كنستعملوها يعني الخدمه ديال المعلم زواق المعلم مثلا اللي بيان سور حتى هو سا دي مود زواق المعلم كيبقى دائما هو لو توب يعني فاش كتبغي السيده تكون شيك وهذا كنحاول مع الخدمه ديال المعلم ايتو ندخل انا فيها شي حاجه جديده يعني الرسم يعني لو بيرلاج بطريقه جديده باش تكون عاود قطعه جميله انا جليل ديالي كنعتمد فيهم على الخدمه ديال المعلم اللي اوبليجي دائما خصها تكون دائما خص تكون هذيك اللمسه التقليديه ديالنا ديال دي 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 لارتيزون ديالنا دي دي دي. و اون ميم طون كندخل فيها لا كيف ما قلت لك دونك كنحاول نرسم مثلا كنمشي بدي مثلا مره بحال دابا دايره ان تيم ديال لو نور يعني كنحاول نكرم المراه كيف ما كنقولوا من طنجه للقويره يعني من اللي بديت وهذا الشيء اللي كنحاول نتميز به اون ميم طون كنحاول ندير لا سامبليسيتي للناس اللي كيبغيوها لارضاء جميع الاذواق بيان سور uh, والتميز uh, ديالي هو هذا الشيء هو الرسم بطرق مبدله بطرق مختلفه كنشوفوا انه الرسم كاين اكزيست دوبوي مش حال هادي زعما ماشي انا اللي غادي نجي غادي ندير الرسم ولكن كنا كنشوفوه بطرق عاديه كنا كنشوفوه بورده بفراشه بشي حاجه اللي جد عاديه يعني حاولت انا غوند كيف ما كنقولوا اوماج على فام يعني با فورسيمون المغربيه مغربيه او لا على برا او لا بارتو يعني حاولت هذا الشيء هو اللي ندخلو في التصاميم ديالي وتكون شي حاجه من اوتونتيك يعني حتى في المجوهرات اللي كنستعمل في لي شواغوفسكي يكون داك الشيء ديالنا اوتونتيك مثلا اللبان الجوهر كل حاجه كنحاول كنحاول ندير داكشي اللي كيستعملوه هما في هذيك المنطقه كنحاول نخرجو عندي انا من العود ما يكون ان تابلو عادي يكون لو تابلو في القطعه اللي غتلبس السيده و, و اون بلوس دو سا كندير كيف ما قلت لك في الاول لا بيرسوناليزاسيون يعني السيده كتعطيني غير ان تيم كنحاول تكون عندها هذيك القطعه ديالها اونيك وهذا الشيء ما عمرنا عم ما شفناه في البلدي الحمد لله كنحاول نتميز به وجيسبيغ نبقى عند حسن ظنكم وعند حسن ظن الجميع